بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المتعلمين، دائما في المقطع البيداغوجي الثالث المتعلق بنقل المغذيات إلى جميع الخلايا العضوية، وفي النشاط الثاني المتعلق بتركيب الدم. إذا لاحظ معي، سنقوم بمعرفة الدم. لماذا؟ لأننا قلنا بأن المغذيات تمر من المعدة الدقيقة إلى الدم. إذا ما هو الدم؟ وماذا يحوي الدم؟ كيف يتكفل الدم بنقل المغذيات وغسل الأكسجين للخلايا؟ الدم سائل أحمر لزج ملح ضوء، يتراوح حجمه من 5 إلى 6 لترات عند شخص بالغ، يسري في أوعية دموية، شرايين، أوردة، شعيرات دموية. إذا يدور الدم في حلقة مغلقة، هذه الحلقة يسري فيها الدم في أوعية تسمى بالأوعية الدموية. فصل مكونات الدم. بما أننا قلنا بأن الدم هو سائل أحمر لزج ممزوج أو يحوي أكثر من عنصر، كيف يمكنني التعرف على محتويات الدم؟ عن طريق فصل المكونات. لاحظ الوثيقة الأولى التي تبين نزع الدم من شخص، نزع كمية من الدم، ثم توضع مباشرة في أنبوبة اختبار دم حديث زائد أكسلات الأمونيوم لمنع التخثر. تستخدم هذه المادة الكيميائية حتى لا يتخثر الدم ولا يتجلط الدم، ثم وضعه في جهاز الطرد المركزي. جهاز الطرد المركزي يستخدم لفصل مكونات الدم عن بعضها البعض، لأننا قلنا بأن الدم عبارة عن مزيج، إذا يمكننا فصله عن طريق وضعه في جهاز الطرد المركزي. لاحظ الأنبوبة تختلف اختلافا كبيرا على الأنبوبة التي المبينة في الوثيقة رقم 2، أي تم فصل مكونات الدم بعد وضعها في جهاز الطرد المركزي. الدم في بداية الأمر ثم بعد عملية الفصل. قارن مظهر محتوى الأنبوبة 2 ألف و 4 ألف مستعين بالتمثيل التخطيطي للفصل. إذا لاحظ أن هذه الأنبوبة الثانية أي بعد عملية الفصل، نلاحظ بأن جزء أو كتلة محمرة اللون تمثل تقريبا 45% من كمية الدم، و 55% هي عبارة عن سائل شفاف مصفر اللون. ماذا يمثل هذا السائل؟ سنتعرف عليه بعد قليل. لاحظ التمثيل التخطيطي لنتائج الفصل. في الأنبوبة 2 ألف يبدو الدم سائلا متجانسا في بداية الأمر، الدم عبارة عن سائل متجانس. أما في الأنبوبة 4 ألف بعد فصل مكوناته عن طريق أو بعد وضعه في جهاز الطرد المركزي طريقة الترسيب، نحصل على طبقات من الأسفل للأعلى وهي كريات دموية حمراء وهو ما يظهر باللون الأحمر، وتمثل تقريبا 45% من مكونات الدم، وكريات دموية بيضاء وصفائح دموية تمثل تقريبا 1% من مكونات الدم، وهي عبارة عن كريات دموية بيضاء وصفائح دموية، والبلازما وهو السائل الشفاف المصفر اللون الذي يمثل حوالي 55%. إذا من خلال فصل مكونات الدم يمكننا الاستخلاص بأن الدم عبارة عن مزيج بين العناصر يتكون من كريات دموية حمراء وكريات دموية بيضاء وصفائح دموية بالإضافة إلى البلازما أو ما يعرف بالمصورة والتي تمثل تقريبا 55% من مكونات الدم. الآن سنتم ملاحظة المجهرية لقطرة الدم، الملاحظة المجهرية لسحبة دموية. الحصول على قطرة الدم وتمديدها على صفيحة زجاجية مع التلوين بالأيوزين وبالأزرق الميثيلين، هاتين الملونين يستخدمان لإظهار النواة على مستوى الخلايا. لاحظ هذه الصورة. بالنسبة إلى الكريات الدموية الحمراء التي تمثل تقريبا 45%، لاحظ شكل الكريات الدموية الحمراء،
التي تكون عبارة عن صفائح مقعرة لا تحوي نواة لعدم تلونها بالملونات. لاحظ الخلايا الثانية الملونة باللون الأزرق البنفسجي هي عبارة عن الكريات الدموية البيضاء، ولاحظ بأن الأنوية تتلون، وهناك أنواع، هناك أحاديث نواة، وهناك متعددة الأنوية، وبالنسبة لعدد الكريات الدموية البيضاء هو أقل بكثير من عدد الكريات الدموية الحمراء. أما بالنسبة إلى الحجم فالكرية الدموية الحمراء أقل حجما من الكرية الدموية البيضاء. مظهر صحبة دموية بمجهر ضوئي مثل برسم علمي مظهر صحبة دموية الملاحظة بالمجهر الضوئي مع وضع البيانات الموافقة باستعمال المعلومات التي وفرتها لك نتائج فصل مكونات الدم. إذا من خلال عملية الفصل نستطيع أن نضع رسم أو مخطط لسحبة دموية تظهر مكوناتها، ومن ثم نستطيع أن نقول بأن رقم 2 هي عبارة عن كريات دموية حمراء، رقم 1 هي عبارة عن كريات دموية بيضاء. الفرق بين الكريات الدموية البيضاء والكريات الدموية الحمراء هو في اللون. ثانيا الكريات الدموية البيضاء تحوي خلايا، أما بالنسبة للكريات الدموية الحمراء عديمة النواة، عفوا تحوي نواة، بالنسبة للكريات الدموية الحمراء عديمة النواة. بلازما الدم رقم 4، بلازما الدم هي عبارة عن ماذا أو مصورة؟ هي عبارة عن السائل الشفاف المصفر الذي يلاحظ في أعلى السحبة الدموية بعد عملية فصل مكونات الدم. مقطع طولي في وعاء دموي، إذا الدم يسري في أوعية دموية. لاحظ بأن الدم ينقل أو يحمل أو يسبح الدم في بلازما أو مصورة، ونلاحظ أيضا الصفائح الدموية وهي عبارة عن جزيئات سيتوبلازمية صغيرة تتواجد على مستوى الدم أو من مكونات خلايا الدم. إذا يتكون الدم من كريات دموية حمراء وكريات دموية بيضاء وصفائح دموية بالإضافة إلى بلازما الدم. خلايا دم حمراء، لاحظ الرسم، خلايا دم بيضاء التي تكون أكبر حجما وأقل عددا من الكريات الدموية الحمراء، حيث يبلغ عدد الكريات الدموية الحمراء تقريبا بين 4.5 إلى 5 مليون كرية في كل 1 ملم مكعب من الدم. أما بالنسبة للكريات الدموية البيضاء فيبلغ عددها بين 7000 إلى 8000 كرية دموية بيضاء في كل 1 ملم مكعب من الدم. وبالنسبة للصفائح الدموية يبلغ عددها بين 200000 إلى 400000 صفيحة في كل 1 ملم مكعب من الدم. استنتاج ثاني، يتكون الدم من خلايا دموية وهي كريات دموية حمراء وكريات دموية بيضاء وصفائح دموية، وهذه الخلايا تصنع من طرف جسم الإنسان على مستوى المخاع العظمي الأحمر. بالإضافة إلى بلازما الدم أو المصورة، حيث تسبح هذه الخلايا في هذه المصورة التي سنشاهد مكوناتها أيضا. وصف خلايا الدم، كريات الدموية الحمراء من حيث العدد، الكريات الدموية الحمراء أكثر عددا، لذلك يظهر الدم في اللون الأحمر لاحتوائه على عدد هائل من الكريات الدموية الحمراء التي يبلغ عددها عند الشخص السليم من 4.5 مليون إلى 5 مليون كرية حمراء في كل 1 ملم مكعب من الدم. بالنسبة إلى الكريات الدموية البيضاء عددها أقل وهي أكثر حجما وأيضا تحوي أنوية. بالنسبة للصفائح الدموية أيضا هي من حيث الحجم هي ضعيفة أو قليلة الحجم مقارنة بالكرية الدموية الحمراء والكرية الدموية البيضاء، ويبلغ عددها بين 200000 إلى 400000 كرية في كل 1 ملم مكعب من الدم. عدد الكريات الدموية الحمراء كثيرة جدا مقارنة بالبيضاء، الكريات الدموية البيضاء أكبر حجما من الحمراء، الكريات الدموية الحمراء أقراص مقعرة عديمة النواة، أما البيضاء عديمة اللون ذات نواة وهي أنواع. بالنسبة للكريات الدموية البيضاء موجودة فيها أنواع
أو نوعين الدم، المنشأ الكريات الدموية الحمراء منشأها النخاع العظمي، الكريات الدموية البيضاء نفس الشيء، الصفائح الدموية نفس الشيء. إذا تبنى الخلايا خلايا الدم على مستوى النخاع العظمي الأحمر، والمصورة تتمثل في أو تتكون المصورة من المغذيات. إذا الدم عبارة عن مزيج من الخلايا التي تصنع على مستوى النخاع العظمي الأحمر بالإضافة إلى المغذيات الآتية من المعي الدقيق. الكريات الدموية حمراء قلنا بأنها أقراص المقعرة هذه النواة حمراء اللون. لماذا الدم أحمر؟ احتوائها على عدد هائل من الكريات الدموية الحمراء، والكرية الدموية الحمراء احتوائها على عدد هائل من الهيموغلوبين خضاب الدم، وهو عبارة عن بروتين لوني أحمر. إذا تستمد الكرية الدموية الحمراء اللون الأحمر من خضاب الدم الأحمر الموجود على مستوى الكريات والذي يبلغ عدد هائل، ويتمثل دوره دائما في نقل الغازات وسنذكر ذلك. بالنسبة إلى الكريات الدموية البيضاء قادرة على تغيير الشكل، وهي أكبر حجما، مزودة بنواة، وهي أنواع وحديث النواة متعددة النواة ومفصصة. عديمة اللون لها دور في الدفاع عن العضوية، وهنا نتكلم عن دور الكريات البيضاء المتمثلة في الدفاع عن جسم الإنسان من الميكروبات والأجسام الغريبة. يبلغ عددها بين 7000 و8000 كرية في كل 1 ملم مكعب من الدم. بالنسبة للصفائح الدموية هي عبارة عن أجزاء سيتوبلازمية عديمة النواة. عديمة اللون لها دور في تخثر الدم. يبلغ عددها بين 200,000 و400,000 كرية في كل 1 ملم مكعب من الدم. تكفل الدم بالمغذيات والغازات التنفسية. جدول يوضح التحليل الكيميائي لواحد لتر من البلازما عند شخص سليم صائم. أي قلنا بأن الدم يحوي الخلايا بالإضافة إلى البلازما أو المصورة. ما هي مكونات هذه البلازما؟ المكونات لاحظ: الماء 910 جرام في كل لتر، البروتينات والأحماض الأمينية 0.4 إلى 69، الليبيدات من 4 إلى 6 جرام في كل لتر، الجلوكوز 1 جرام تقريبا لكل لتر، الفيتامينات بعض ملي جرامات. بالنسبة إلى المكونات الأخرى: أملاح معدنية من 8 إلى 9 جرام في كل لتر، بولة 0.3 جرام في كل لتر، حمض البولة 0.03 جرام في كل لتر، ثنائي الأكسجين 2 جرام في كل لتر، وثاني أكسيد الكربون يمثل تقريبا 20 جرام في كل لتر. إذا هذه تقريبا هي مكونات بلازما الدم عند الشخص السليم. البولة وحمض البولة عبارة عن فضلات استخدام المواد العضوية من طرف خلايا العضوية. إذا الخلايا العضوية تستخدم هذه المغذيات فتنتج منها فضلات، هذه الفضلات تسمى بالبولة وحمض البولة وتتواجد في بلازما الدم. أولا تعرف من خلال تركيب البلازما على المواد التي يمكن أن تأتي مباشرة من الامتصاص المعوي بالاستعانة بالوثيقة، تظهر عواقب الامتصاص على تركيب مصورة الدم. المواد التي أتت مباشرة من الامتصاص هي الماء، الأحماض الأمينية، الليبيدات والجلوكوز. هذه مواد أتت بعد الامتصاص مباشرة، أي بعد التغذية تمر هذه المغذيات إلى الدم لتشكل جزء من بلازما الدم. الفيتامينات والأملاح المعدنية تم نقلها بواسطة بلازما الدم من المعي الدقيق إلى العضلات والخلايا. إذا الماء والأحماض الأمينية والليبيدات والجلوكوز والفيتامينات والأحماض الأمينية تم نقلها بواسطة بلازما الدم من المعي الدقيق إلى العضلات أو إلى جميع خلايا العضوية. ثانيا، ما هي المواد التي لم تأتي عن طريق الامتصاص المعوي؟ لاحظ بأن المواد التي لم تأتي على مستوى الامتصاص المعوي الفضلات المتمثلة في البولة وحمض البولة وأيضا ثاني أكسيد الكربون، هذه هي عبارة عن المواد التي لم تأتي عن طريق الامتصاص. استخرج تركيب بلازما الدم.
يمكنك من خلال هذا الجدول وهذه المعطيات أن تحضر وحدك ورقة ويمكنك استخلاص مكونات الدم. إذن تركيب بلازما الدم من خلال تركيبها تضم مغذيات متمثلة في الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات والجلوكوز والأحماض الأمينية والأحماض الدسم والجلوسيرول وفضلات هذه الفضلات متمثلة في البول وحمض البول بالإضافة إلى الكرياتينين وغازات تنفسية تتمثل في ثاني أكسجين وثاني أكسيد الكربون بنسبة ضئيلة بشكل منحدر. ما هو مصدر هذه الفضلات؟ شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.